سام بمنطقة جازان فعاليات انطلاق مهرجان 11 هذا العام، وسط فرحة واحتفالية رائعة بهذه المناسبة السنوية التي يتهيأ لها أهالي فرسان منذ وقت مبكر للاحتفاء بضيف فرسان الكريم سمك الحريد. حقيقة أنا أول مرة أزور المهرجان، سمعت عنه من زمان، وكان لي فرصة المرة هذه أني أجي. مهرجان جميل جدا، كانت المعلومات اللي لدي سابقا عن فرسان اساسا غير الواقع اللي شفته اليوم. ما شاء الله تطور، حضاره، مباني، خدمات متوفره. حقيقه ما كنت اتوقع امانه انه فرسان بتكون بالشكل هذا. يعني مهرجان الحريده 13 هذا العام شهد حضور لافت من الزوار من خارج المنطقه الذين اتوا لمتابعه هذه الظاهره الطبيعيه التي تشهدها جزر فرسان سنويا في مشهد انتحار جماعي لسمك الحريد المعروف علميا ببغاء البحر الذي يتنقل في أسراب كبيرة تزيد كل مجموعة عن 1000 سمكة. احنا مجموعة من الأصدقاء حوالي 25 صديق أتينا من بريدة يعني المخصوص لهالمهرجان، وبضيافة أصدقائنا أبو سامة وأبو نور الجهني. والحقيقة أنه تفاجأنا بمهرجان جميل وبجزيرة جميلة، تغير كبير جدا جدا جدا. الله يرحم الملك عبد الله، يعني الحقيقة نقلة كبيرة، ويعز الملك سلمان اللي وصلنا لما وصلنا إليه. نقلة في جيزان، نقلة في فرسان، وهي دعوة في نفس الوقت للسياح للاستمتاع في مهرجان الحريد القادم إن شاء الله تعالى. أنا والله إني يعني سعيد بهالمهرجان، وياي من الكويت عشان هالمهرجان هذا يعني، ولا وما شاء الله تنظيم وترتيب كله يعني على أفضل حال ما شاء الله. أنا سائح من المغرب، جيت المهرجان الحريد. في الحقيقة مهرجان من أعلى مستوى، كل شيء تمام، وهذا مورود ثقافي أنصح بالحفاظ عليه والشد عليه بالنواجذ. يشكل مهرجان الحريد فرصة للتعريف بإمكانات جزر فرسان الحالمة التي تشهد تطورا متناميا، إلى جانب ما تتفرد به من المواقع السياحية والأثرية المتميزة والجزر المتناثرة التي تجعل من أرخبيل فرسان موقعا سياحيا فريدا ووجهة سياحية متميزة على مستوى الوطن. للإخبارية عبد الله الفيفي، جازان.